اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده فسفوريه ولكن بفكر طهوي لطيف وجميل وغير مكلف. دايما الفكر ما بيكلفناش فلوس، بيكلفنا ان احنا بنحب المطبخ، بنحب شغلنا، فبنبدع في شغلنا ونفكر فيه كويس. احنا عايزين نوصل العباره دي حتى في المطبخ. المطبخ النهارده معانا شويه كابوريا، معانا سمكة الدراك وزنها صغير تقريبا 600 جرام 500 جرام لسه بيبي، يعني الدراك او الكنعد بيسموه في الخليج، ومعانا شوية جمبري بالقشر زي الفل، يعني اللي بيعمل 30 او 20 حبة في الكيلو يعني او 15 حبة. هتعمل ايه يا شيف بالمشتريات بتاعتك دي او بحلقة السمك اللي معاك النهارده؟ جاي على بالي النهارده نعمل حلة كبسة لطيفة وحلوة ونشوف ازاي نقدر نعمل السمك الكنعد في اكله مشهوره جدا في الخليج اسمها المشخول، بيعملوها اخواننا في اليمن وفي الخليج، او الكبسه بسمك الكنعد الدراك. هنعملها النهارده مع بعض، ولكن هنخلي السمكه سليمه ونحشيها تتبيله كده لطيفه وحلوه هتعجبكم ان شاء الله. وحاجه جديده معانا كابوريا نتي لطيفه وزنها تقيل، الكابوريا محمله يعني فيها لحم من جوه من الاشي، هنعملها صينيه صياديه. يعني ايه صينيه صياديه؟ تفاصيلها هنشوفها ان شاء الله في الحلقه بعد ما نقدم الحلقه بتاعتنا. معانا كمان جمبري قشر، الجمبري ده يا عم الشيف هتعمل فيه ايه؟ انا القرع العسل بتاعنا هنا المعروف في مصر بنمشي على الطرق كده بيعجبنا شكله وشكله اللطيف الحلو، فانا جبت حبايه قرع حلوه كده بالشكل ده كده. هعمل القرع الجمبري جوه حبايه القرع ديت، وبعد كده نصطاد الجمبري من قلبيها، فكره جديده يعني. القرع ده بثلاثه تعريفه، يعني بنلاقيه عند الراجل الفكهاني محدش عايز يشتريه بصراحه. وانا اخدت شويه حاجات من عنده في الاخر عجبني دي، قال لي خدها مش هدفع ثمنها، فاتبسطت قوي على فكره، يعني دي ببلاش ولكن قيمتها الغذائيه بجد والله العظيم تعلو قمه الهرم. القرع العسل ده مفيد جدا اللي هو اليقطين، فخلونا نستفيد بيه حتى لو هنعمل جمبري. هنشوف هنعملها ازاي الفكره اللطيفه الحلوه، هتعجبكم ان شاء الله لو جبت نص كيلو جمبري مش كل يوم تعمليه صياديه وكل يوم تعمليه مقلي او مشوي. خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل بافكار طهويه وفكر طهوي لطيف وأكلة سمك النهاردة ما حصلتش، وعلشان إحنا بنحبكم بنعيد الحالة دي يوم الجمعة من كل أسبوع. أو تروحوا بيت تابعوني بعد الفصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، عندنا شغل كتير في الحالة للأمانة يعني، بس أنا حابب أعمل كل حاجة النهاردة إن شاء الله. حتى معنا كمان عصير البرتقال بالفراولة، يعني الاثنين فيتامين سي قويه جدا، ممكن نحلها بالعسل او بالسكر، او لو تسمعوا كلامي من غير العسل ولا سكر تبقى لطيفه وجميله. طيب هتعمل ايه يا شيف؟ وهنبدا بايه الحلقه بتاعتنا وخدت سير الحلقه؟ هنبدا باول حاجه طاجن الجمبري بالقرع العسلي، لان ده تاخد وقت شويه وهندخلها الفرن، ولازم حبات القرع العسلي دي تستوي والجمبري جواها، يقوم القرع العسلي ياخد من الجمبري والجمبري ياخد بالقرع العسلي. مقاديره على الشاشه، جمبري قشر، قرع عسلي حبايه سليمه وزنها تقريبا كيلو ونص. حلو الكلام. ومعانا شويه بصل، فصين من الجنزبيل الفريش الطازه، ومعانا كمان معلقتين من العسل وملح وفلفل، ومش هنكتر بهارات كتيره علشان طعم القرع العسلي يبقى مسيطر هنا وباين طعمه. في حاجات كده لما نستخدم فواكه في الاكل او في المطبخ عموما تقللي من التوابل اللي بتسرق الطعم من الفواكه، سواء قرع عسلي سواء تفاح سواء بتستخدمي موز او اناناس في بعض الاكلات اللي احنا عارفينها. طيب هنعمل الاكله دي ازاي؟ بنشتري حبات القرع العسل دي من عند الراجل بتاع الخضار وبنفرغ قلبها، طبعا انا مجهزه ومحضره، بنطلع اللب اللي من جواها ده كده وبنتخلص منه، وبناخد القلب بتاعها ده كده اهو، مخرجنا الجميل حبيبنا ازيك يا فاروق اهو حبيبي المخرج، بشيل ده كده علشان الجسم بتاع حبات القرع العسل يستوي بسرعه بالشكل ده كده، ونقطعها كده بسهوله تطلع معانا اهو، مش محتاجه العافيه ولا حاجه، وفي نفس الوقت بنفرغ مكان للجمبري اللي يخش جواها. طب في عند اخواننا بتوع الخضار بتبقى وزنها كبير، تنفع؟ مفيش مشكله، بدل ما نحط مثلا كيلو جمبري نحط فيها 2 كيلو جمبري، بس انا يفضل الحبايه الصغيره دي علشان ممكن في افراد الاسره مش حابين الموضوع ده، يبقى احنا ما بنرغبش حد او ان احنا بنجبره ان ياكل من الاكله دي، غير لما نجربها وعجبتنا نستخدمها ونبدا ان احنا نعملها كذا مره بعد كده. انا شلت القرع العسل كده بالشكل ده كده، ووسعت الجمبري مكان حلو
وهنشوف ازاي هنعملها. وباخد طبعا الكفر بتاعها ده كده بخليها على الوش. الموضوع بسيط خالص يعني، تقدري تعمليها بسهوله، سكينه صغيره بتفرغيها وتبقى معانا كده اهي. تعالوا نعمل الخلطه بتاعتنا بقى. في حله هنا كده هنعمل خلطه لشويه الجمبري دول. الخلطه دي عباره عن ايه يا شيف؟ عباره عن معلقتين من زيت الزيتون، بنحطهم كده في الحله. حلو قوي. بتعمل ايه يا شيف؟ عايزين نخش في تفاصيل الموضوع ده. الحبات القرع دي جاهزه، بيكون عندك ورق زبده وورق فويل الاثنين مع بعض، وصينيه كده عشان هندخلها الفرن. لازم انا بدات بيها طبعا. نعم يا غالي. الطريقه الجديده اللي عمل الجمبري النهارده، عامل طاجن جمبري بالقرع العسلي. بوظنا الميزانيه، جمبري وعندنا كابوريا هنعملها صياديه النهارده يا ست الكل. دي طريقه جديده حلوه هتعجبك اهي. الجمبري بياخد تشويحه على النار كده عشان لما نقفل عليه حبيت القرع العسلي، يبقى احنا ضمننا ان الجمبري خد طعم العسلي والبصلايه مستويه والتومه مع زيت الزيتون بالشكل ده كده. توابلنا زي ما شفنا مع بعض، ملح وفلفل وبابريكا، وهنحط معلقتين من العسل النحل واحنا شغالين مع بعض كده. دي الطريقه الجديده لعمل الجمبري لو احنا عايزين نغير من فكر المطبخ شويه. واحنا عندنا هنا بس ناخد الطريق الصحراوي كده او الطريق الزراعي، بنلاقي طبعا القرع العسل ده ببلاش. زي الفل. بخلي دي هنا كده تاني. تمام، ادي الجمبري جاهز اهو. نبص عليه كده قبل ما يخش جوه الحبات القرع. حبايبي فرسان التلفزيون المصري. الجمبري اهو زي الفل مع الخلطه، بنحطه هنا كده. حلوه الفكره دي والله يا شيف. وحتى ايه كمان لو عندنا ضيوف نخليها مفاجاه، طلع حبات القرع العسل دي كده بالشكل ده كده. باينه معانا كده يا شباب. حبايبي حبايبي انا عارف انتوا هتجيبوها لو جوه الفرن هتجاب. شفت الفكره؟ عشان تاخد كتير. شفت ازاي؟ بس بيسالني المخرج سؤال جميل جدا، عجبني السؤال ده. قال لي انت شوحت الجمبري ليه؟ انا حابب، ما بحبش دايما في الحشوات البصله تكون نيه. لما الخلطه بتستوي والجو اللي احنا عارفينه ده كده، بس شيب صنانه البصله. ليه بقى؟ انا بشتغل هوا فانا عايز اكسب وقت. شايفين الجو ده كده؟ كل ده مع بعض. حلو قوي. تمام يا عم الشيف، ننزل شويه الصوص دول كده بايديا بس خلاص. تمام، وهنغطيها ونقفلها. فكره جديده مش مكلفاني حاجه، مش مكلفاني فلوس ولا حاجه. ده الغطا اهوت، بنحطه هنا كده، ونجيب ورقه زبده وورقه فويل. تتبيله الفراخ الكريسبي بتاعت امبارح. طبعا مهم جدا انك انت بتقلبي الفراخ، بتتبليها بالثوم والبهارات بتاعتنا اللطيفه، بصل بودر وثوم بودر. نصيحه مني طبعا، ما تحطيش اي ماده دهنيه في تتبيله الفراخ لو بتعمليها بانيه او بتعمليها كريسبي. شايفين لازم الفها كده في ورقه زبده بالشكل ده كده اهو. حلو بالشكل ده كده اهو. انا لفيت الطاجن بتاعي في ورقه زبده الاول زي ورقه اللحمه كده، وبعدين بلفها كده اهو. الموضوع بس لازم اقفلها كويس. ليه يا عم الشيف كويس؟ علشان القرع العسل ده هيتبخر ويطلع لي ريحه حلوه وسوائل حلوه. موضوع اللي ما دخلش المطبخ وشافك بتعملي الحاجه دي كده يقول لك انت عامله ايه؟ خليها له مفاجاه. يعني بالمناسبه مثلا جوزك دخل جاب من الشغل بدري، بتعمل ايه يا حبيبتي النهارده؟ والراجل دافع فلوس ودافع دم قلبه في شويه سمك، اقول له والله لسه بقول يا هادي. ما تقوليش بتعملي ايه؟ طب ايه يا حبيبي ده؟ والله بقى فكرت اعمل لك بصلايه بتنجرايه مشويه، اعملها بابا غنوج مثلا، يعني نوع من الفكاهه، وتدخلها الفرن. درجه حراره الفرن عندي 180. هتحط فيها ميه يا شيف؟ لا، زي ما هي كده. مش هستخدم ميه خالص، انا عايز القرع العسل يتشوي وجنبيه وفي داخله الايه؟ الجمبري. هنحطها في ارضيه الفرن. ونسيبها زي ما هي كده، درجة حرارة الفرن تكون عالية جدا. يلا اقفل الفرن يا عم الشيف. عرفت احنا عملنا ايه دلوقتي؟ قبل ما نطلع الفصل بتاعي اللي انا خدت اوردر بيه، جبت الحبات القرع العسلي فرغتها، خدت اللحم بتاعها قطعته ناعم، نزلت ببصل بتوم بالقرع العسلي بشوية كزبرة أو كرفس وفص توم حلو والبهارات بتاعتنا ملح وفلفل، كل ده مع بعضه
ومعلقتين من العسل وبقلب الخليط ده كله، بنزل بالجمبري ياخد لون كده بس، وفي الاخر بحطه في قلب حبات القرع العسلي وغطيها واملاها كويس عشان تكفي العيله والقرايب وحماتك والاسره، ونلفها بورق زبده الاول وبعدين ورق فويل، وندخلها الفرن في درجه حراره 180 من غير ميه، دي مش عايزه حمام ميه، لو حطيتي فيها حمام ميه القرع العسلي كانه ايه مستوي او كانه مسلوق، انا عايزه مشوي يبقى طعمه حلو زي البطاطا المشويه كده او البطاطس المشويه. يعني 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 لا انا عايزك تصلي على الحبيب وتخش بالكرين جوه الفرن قبل ما نروح على الحله. استعرض عضلاتك كده يلا يا فاروق. كرين هو ده القرع العسلي، يحتوي على جمبري بلدي سويسي مع خلطه القرع العسلي والبصله والتومه والجنزبيل، هو ده. هنقفل الفرن بتاعنا بالشكل ده كده، نوسع لها مكان حلو عشان نحطها كده جنب العصير. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ ايه الحلاوه دي؟ حاططها في قلب بريء. اللهم صل على النبي. نحطها كده تمام. خلينا نشرح موضوع القرع العسلي ده اتعمل ازاي. ناخد الجمبري ده كده نزين بيه الطبق بتاعنا. شفت الليمون وهو نازل على الجمبريايه بعد ما تطلع من النار كده؟ هو ده الشغل. دايما عصير الليمون يبقى موجود على السي فود لطيف وجميل. رؤيه فن ابداع بتشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو. We'll be right back.